تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالحفل، وحسب مقررات اللجنة الخاصة بإدارة الحفل تم توجيهنا بالاشتراك مع قسمي الشؤون الخدمية وقسم ما بين الحرمين الموقرين بخصوص الاستعدادات، سواء في مجمع أبي الفضل العباس عليه السلام الخدمي أو في باحة باب قبلة المولى أبي الفضل العباس عليه السلام، وفي الساحة الوسطية لما بين الحرمين، وحتى في مجموعة العميد.